ارقام قياسيه جديده لكريستيانو رونالدو مع البرتغال بعد التسجيل امام غانا تخطى ميسي. يتصدر كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال ابرز الارقام المميزه من فوز بلاده اليوم امام غانا بثلاثه اهداف مقابل هدفين في مستهل مشوارهما في بطوله كاس العالم قطر 2022. وكان قد نجح رونالدو في تسجيل الهدف الاول للبرتغال في المباراه من ضرب الجزاء خلال الدقيقة 65، وتعادل أندري لصالح غانا بالدقيقة 73، ثم انتفض لاعب البرتغال وسجلوا الهدفين الثاني والثالث خلال الدقيقتين 78 و80 عن طريق جواو فيليكس ورافيال لياو، ثم أحرز عثمان بوكاري هدف تقليص الفارق لغانا بالدقيقة 89. واقتنص منتخب البرتغال فوزا ثمينا على حساب غانا في مباراة مثيرة شهدت 5 أهداف رائعة، وذلك في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة التي تضم أيضا منتخبي أوروغواي وكوريا الجنوبية. حصد كريستيانو رونالدو مهاجم منتخب البرتغال جائزة أفضل لاعب في المباراة بعد الفوز على منتخب غانا في بطولة كأس العالم قطر 2022.